بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي جزء جديد من الاسبكتروسكوبي، وده بيبقى اخر ترم ليكو في الأورجانيك. في الترم ده ان شاء الله هيبقى متقسم لتو بارت. اول بارت اللي هو اسبكتروسكوبي، والبارت 2 هيبقى الهيتيرو ستادي اوف هيتيرو سايكليك كيمستري. جزء الاسبكتروسكوبي بيبقى very important عشان بنقدر نحدد بيه او بنعمل identification للأورجانيك كومباوند بيه. طيب علشان نفهم اسبكتروسكوبي، بنقول ان احنا اسبكتروسكوبي دي عبارة عن interaction للالكتروماجنتيك radiation مع الاتومز اور المولوكيول. طيب يبقى لازم نفهم يعني ايه الكتروماجنتيك راديشن. الالكتروماجنتيك راديشن دي بتبقى عبارة عن الكتريك وماجنتيك كومبوننت، وبيبقوا بيربنديكولارز تو اتش اذر، وبيبقى ليهم ذا سيم فريكوانسي. طيب ايه الكاركترز بتاعه الالكتروماجنتيك راديشن؟ بنقول ان الالكتروماجنتيك راديشن دي بيبقى ليها دول بيهيفير. يعني ايه دول بيهيفير؟ يعني ان هي ممكن نعتبرها از بارتيكل او از ويف. طيب لو اعتبرناها از بارتيكلز، بنقول ان هي هنعتبرها انها عباره عن فوتونز with specific quantum energy، يعني اقدر احسب لها الانرجي. طيب لو انا اعتبرتها ويف، بقول ان هي هتبقى عبارة عن ويف، هتبقى ليها certain speed زي speed of light، وبنقدر نحسب لها الويف لينز والفريكوانسي والويف نمبر. فالالكتروماجنتيك راديشن ما اقدرش اخد في الاعتبار انها ويف بس او بارتيكل بس، لا، هي زي ما قلنا او اتفقنا ان هي هتبقى ليها دول بيهيفير. يعني في كاركترز منها اقدر افسرها لو انا اعتبرتها ويف نيتشرز، وكاركترز تاني علشان افسرها لازم اعتبرها از بارتيكل، عشان كده بنقول ليها دول بيهيفير. طيب لو جينا نبص في النظرية الاولى، ان انا لو عندي الكتروماجنتيك راديشن زي ما احنا شايفين كده، لو انا بصيت لقيت ادي ده عبارة عن اكزامبل الكتروماجنتيك راديشن، فلو انا خدت او قست المسافة between two consecutive point ديت، تقدر احسب منها اللامدا. طيب افرض ان انا عايزه احسب الفريكوانسي، فبروح اعد التوبس اللي موجوده او البوتومز بير سكند، ودوت بتديني الفريكوانسي. لكن لو عديتها بير سنتي فبتديني الويف نمبر. طيب طبعا في ديفرنت الكتروماجنتيك راديشن زي ما احنا شايفين، دي تايبس اوف الكتروماجنتيك راديشن او اكزامبلز. فايه الفرق بينهم؟ ان انا لو خدت بالي بلاقي ان كل ما اللمدة بقت لونجر لمدة زي ما احنا شايفين كده في الاكزامبل ده، بقول ان كل ما اللمدة زادت، كل ما اللمدة زادت طبعا الفريكوانسي بتقل، عشان احنا عارفين ان بيبقى في علاقة عكسية بين اللمدة وبين الفريكوانسي. فهنا هلاقي لونجر لامدا والفريكوانسي بتبقى قليلة. لكن لو جيت بصيت للإكزامبل ده، فبلاقي ان اللامدا هنا شورتر يعني صغيرة، وطبعا مجرد ان اللامدا بقت صغرت يبقى بقى عندي ايه؟ عندي هاير فريكوانسي زي ما احنا شايفين. طيب من الإكزامبلز ديت زي ما قلنا نقدر نحسب الويف لينز، ان احنا نشوف الديستانس بتوين تو كونسيكيوتيف بوينت زي ده مثلا اكزامبل، او هنا ديت عبارة عن اللامدا، يعني اللامدا دي عبارة عن ديستانس مسافة. طيب بنقيسها بايه؟ بالمتر، سنتيمتر، مايكرون، نانومتر، اور انجستروم. طيب الفريكوانسي زي ما قلنا قبل كده اللي هي عبارة عن نمبر اوف ويف ذات باس سيرتين بوينت بير سكند. يعني لو حسبت
او عديت الفريكوانسي ديت التوبس ديت بير سكند ديت بتديني الفريكوانسي. طيب الفريكوانسي بقول ان انا بقيسها او الميجرد باي هرتز كيلو هرتز ميجا هرتز. اخر حاجة اللي هي الويف نمبر. الويف نمبر دي هي زي الفريكوانسي بس بدل بير سكند بقول بير سنتي، وطالما ان هي بير سنتي يبقى تبقى واحد على السنتي يبقى بقيسها بير سنتيمتر ماينس وان. طيب لو انا اعتبرت انها بارتيكلز يبقى هقول ان هي بتبقى considered as او propagated في in describes buckets of energy. البوكيت اوف انرجي ديت بنقول عليها فوتونز، وطبعا الفوتونز هتبقى لازم ليها certain specific energy. طيب بحسب الانرجي ازاي؟ بقول ان الانرجي كلنا عارفين ان الانرجي بتساوي اتش في نيو. اتش دي عبارة عن كونستانت اللي هو اللي بنقول عليه البلانك كونستانت، اللي يهمني ان الانرجي ار دايركت بروبوشنال للفريكوانسي. يعني كل ما الالكتروماجنتيك راديشن الفريكوانسي بتاعته زادت هلاقي ان الانرجي بتزيد. طيب الفريكوانسي دي بنقول انها بتساوي سي على لامدا، يبقى عندي الانرجي ممكن اقول ان اتش وفي سي على لامدا، يبقى معنى كده ان الانرجي هتبقى inversely proportional to لامدا، يعني علاقة عكسية بين الانرجي واللامدا، وبتبقى direct proportional للنيو. معنى كده ان الالكتروماجنتيك radiation كل ما بقت longer لامدا تبقى low frequency and low energy. طيب لو جينا نطبق الكلام ده على التقسيمة اللي احنا شايفينها دي، ديت بتبقى تقسيمه للالكتروماجنتيك راديشنز اللي موجوده عندي. المنطقه من 400 ل 800 نانومتر دي بقول عليها الفيزيبل لايت، ودي الجزء اللي انا بقدر اشوف فيه. اللي اقل من كده اللي هي من 200 ل 400 نانومتر دي بنقول عليها اليو في او الالترا فايولت، واللي اكبر اللي هي بيبقى لونجر لامدا عن 400 ل 800 اللي هي من 2 ل 50 مايكرون دي بقول عليها الانفراريد راديشن. طيب طبعا الاقل من اليو في هتبقى اكس راي وجاما راي، ودي طبعا احنا هندرس اليو في مش هنخش في الاكس راي والجاما راي، وهنا برضو هندرس الاي ار ومش هندخل في المايكروويف والراديو ويف. لو جيت خدت بالي هنا ان انا الناحية اللي بتزيد فيها اللامدا ان انا بمشي في الناحية دي، فبلاقي اللامدا بتزيد ناحية المايكروويف والراديو ويف. طبعا طالما اللامدا زادت يبقى مين هيقل؟ الفريكوانسي والانرجي. والعكس صحيح، ان الناحية دي بتزيد فيها اللامدا والانرجي يبقى قصدي الفريكوانسي والانرجي، فبتقل طبعا قصادها مين؟ إيه اللامدا. يعني كل ما اللامدا بقت شورتر بيبقى عندي هاير فريكوانسي وهاير انرجي. طيب دي مقدمة بسيطة علشان نفهم الالكترو ماجنتيك راديشن. ندخل بقى في الجزء اللي يهمنا اللي هو الانفراريد سبكتروسكوبي. طبعا احنا هنبتدي بالانفراريد سبكتروسكوبي عشان ده جزء يعني هيبقى مهم وهنطبقه ان شاء الله في المعامل من الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب يعني ايه انفراريد سبكتروسكوبي؟ دون بيبقى عبارة عن انتر اكشن للانفراريد راديشن مع الموليكيول. طيب الرينج بتاع الراديشن ده هيبقى من 2.5 ل 16 مايكرون. طيب في الانفراريد سبكتروسكوبي احنا مش هنحتاج او مش هنتكلم عن اللامدا، احنا اكتر كلامنا هيبقى على ويف نمبر او فريكوانسي، فلازم اخد الجزء اللي يساوي من 2.5 او اللي هو يبقى بيقابل ال 2.5 ل 16 مايكرون من الفريكوانسي. يبقى معنى كده ان 625 ل 4000 سنتيمتر ماينس 1 ده الجزء بتاع الاي ار راديشن
اللي بيقابل من 2.5 ل16 مايكرون. طيب لو جيت اتكلم على الاي ار سبكتروسكوبي، الاي ار سبكتروسكوبي ده بيبقى عبارة عن جهاز في طبعا مكان للسامبل او الانون بتاعي اللي انا عايزة اعمل له اي ار، فبحضر طبعا المركب وبدخله جوه الجهاز. بيبقى في كمان في الجهاز سورس اوف لايت، السورس اوف لايت ده بيديني انفراريد راديشن، ببقى ظبطاه ان هو يدي راديشن من 4625 او 2.5 ل16 مايكرون. المهم اني بعرض السامبل بتاعتي للانفراريد راديشن في المنطقة دي او الريجون دي. طيب المركب لما بياخد الانرجي اللي هي الانفراريد راديشن بيحصل له ايه؟ علشان نفهم بقارنه باليو في الكترو اليو في سبكتروسكوبي، فبلاقي في اليو في سبكتروسكوبي طبعا اللي بتبقى هاير انرجي، فالانرجي ديت بتحصل بتعمل ايونيزيشن، قصدي بتعمل الكترونيك ترانزيشن للالكترون. يعني ايه؟ بيحصل اكسايتيشن للالكترون، ان بقول ان الالكترون يقدر لما بيعمل ابزورب اليو في راديشن بيقدر الالكترون بيتنقل من E1 ل E2 اللي هو من لو انرجي ليفل لهاي انرجي ليفل. لكن الاي ار راديشن طبعا بتبقى الانرجي بتاعتها لو عن اليو في، عشان طبعا هي عندها لونجر لامدا اللي هي بتبقى من 2.5 ل16 مايكرون، فالانرجي بتاعتها بتبقى اقل، فما بتبقاش كافيه او سفيشنت تو ان هي تحصل اكسايتيشن للالكترون، فمش هيحصل اكسايتيشن للالكترون. امال بيحصل ايه بقى؟ بيحصل حاجه تانية بنقول عليها فايبريشن. يعني ايه؟ يعني ممكن البوند تقصر او تطول، او الاتوم بيحصل لها فايبريشن في حوالين البوند زي ما هنشوف بعد كده. يبقى معنى كده ان انا لما بحط المركب بتاعي في الجهاز وبيتعرض للاي ار راديشن بيحصل فايبريشن للبوند والاتوم على حسب الانرجي بتاعة الاي ار، فالجهاز بيبقى متوصل بكمبيوتر في الاخر، فبيرسم لي او بيفسر لي الفايبريشن ده على هيئة بيكس، وبيديني تشارت في الاخر مرسوم في البيكس بتاعة المركب ده. طيب الاي ار سبيكترام اللي انا هاخده ده في الاخر لازم ابقى عارفة هو متقسم ازاي وبيبقى شكله ايه. فنرجع كده للشكل اللي قدامي ده، فبقول ان لو انا بصيت للمنظر بتاع الاي ار سبيكترام اللي انا شايفاه ده، زي ما انا قلت ان الاي ار راديشن هتبقى في الرينج من 2.5 ل16 مايكرون. طيب ال 2.5 مايكرون دي هتبقى في مقابلها ايه عشان احط هنا الارقام بتاعة الويف نمبر؟ لا، احط الرقم الكبير ولا الرقم الصغير؟ طبعا هحط قصاد الاتنين ونص ده الرقم الصغير للويف لينز، يبقى هيقابله في الناحية التانية طبعا هاير ايه؟ هاير فريكوانسي. كل ما اللامدا قلت يبقى الفريكوانسي بتزيد، يبقى هحط رقم 4000 هنا في الاول. طيب في الاخر في 16 مايكرون اللي هي بتبقى لونجر لامدا، يبقى طبعا هيقابلها الرقم الاصغر اللي هو يبقى لو انرجي اللي هو قصدي لو فريكوانسي اللي هي 625 سنتيمتر ماينس 1. يبقى كلنا ناخد بالنا من التشارت بتاع الاي ار ان هو هيبتدي بالارقام الكبيره وبينتهي بالرقم الصغير. طيب البيكس بتاعت الاي ار دي زي ما هنشوف بتختلف طبعا على حسب البوند، فبتبقى بيكس زي اللي انا شايفاها دي مثلا، دي بنقول عليها اي ار بيك، واول الخط اول ما بيرسم الجهاز ده بنقول عليه البيز لاين، فده بيبقى ايه بين الجهاز، وبعد كده كل بقى ما هيحصل فايبريشن لبوند هيرسم لي بيكس اكزامبلز زي البيكس دي وهنشوفها بعد كده. طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي ان احنا
لو عندنا سامبل وعرضناها للاي ار راديشن هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاي ار راديشن doesn't have sufficient energy to cause excitation of electron، يعني مش هتعمل excitation of electron. طب الاكسايتيشن اوف الكترون ده هيبقى فين؟ هيبقى في اليو في اليو في سبكتروسكوبي. لكن في الاي ار سبكتروسكوبي، وده الفرق بين اليو في والاي ار، هيحصل ايه؟ هيحصل فايبريت للاتومز او البوند اباوت ذا كوفالنت بوند. طيب علشان نفهم الفايبريشن ده فريكوانسي اللي بيحصل، بقول ان احنا بنتخيل زي مثلا قدامنا الكورتين دولت وماسكين في بعض بسلك، فبقول اتخيل ان دولت التو اتوم والسلك اللي ماسكهم ده عبارة عن البوند، فانا ممكن لو شدتهم بعيد عن بعض فبلاقي ان البوند ممكن تطول، ولو قربتهم من بعض يعني البوند بتقصر، فدوت بقول عليه الفايبريشن فريكوانسي. طيب هل كل البوند شكل بعض او يدوا نفس الفايبريشن فريكوانسي؟ لا طبعا، لان انا بيبقى عندي ديفرنت بوند، في ممكن كربون كربون دبل بوند، في كربون تريبل بوند، ممكن سي دبل بوند او، ممكن اكسجين ماسكه في هيدروجين باي سنجل بوند، فطالما عندي ديفرنت بوند هتديني طبعا ديفرنت فايبريشن فريكوانسي. يعني ايه؟ يعني ديفرنت بيكس في الاي ار سبيكترا. طيب ايه اللي هيهمني بقى وانا بدرس الاي ار ديت ليه؟ عشان طبعا بتبقى مهمه ان انا بعرف الايدنتيفيكيشن اوف كاركترستيك جروب اللي موجوده في الاورجانيك كومباوندز. يعني مثلا اقدر بالاي ار ان انا افرق ان ده كلاس الكحول او كلاس اسيد او كلاس امين او اروماتيك هيدروكربونز زي ما هنشوف بعد كده. طيب قبل ما نبتدي في البيكس ونشوف الرنجات بتاعت البيكس، هناخد الاول او هنفهم الفايبريشن ده بيحصل ازاي، او انا عندي كام تايب من المود اوف فايبريشن. بقول ان احنا عندنا تو تايب من الفايبريشن. اول تايب اللي هو الاستريتشنج فايبريشن. الاستريتشنج فايبريشن ده بيحصل بين تو اتوم في البوند. يعني ايه؟ يعني البوند اللي هي مثلا لو انا شفت الشكل اللي قدامي ده، بلاقي ان عندي اتوم كبيره، الاتوم الكبيره دي بقول اكنها مثلا الاكسجين، والتو اتوم الصغيرين دول عباره عن التو هيدروجين ماسكين في اكسجين باي بوند زي ما احنا شايفين، ده اكنه مثلا مولكيول اوف ووتر اللي هو H2O، يعني اتنين هيدروجين ماسكين في اكسجين. طيب لو التو بوند دولت اللي ماسكين الاكسجين مع الهيدروجين، الاتنين بوند دول طولوا مع بعض، شدتهم كده الاتنين بنفس المسافه، بقول عليها سيمتريك فايبريشن. طيب لو واحده منهم اسرت والتانيه طولت او العكس، دوت بقول عليهم اسيمتريك ستريتشنج فايبريشن. طيب السيمتريك والاسيمتريك فايبريشن دوت اكزامبل ليه، ان احنا بنقول ال NH2 جروب مثلا، لو انا عندي NH2 جروب اللي هي برايمري امين، دي برضو عباره عن نيتروجين اهي في الوسط وماسكه في اتنين هيدروجين، فبلاقي ان لو التو بوند بتوع الهيدروجين دولت طولوا او اسروا بنفس المسافة مع بعض، بقول عليها سيمتريك ستريتشنج فايبريشن، وبتديني بيكس عند 3300 سنتيمتر ماينس 1. طيب لو واحدة بتطول والتانية بتقصر، بقول انها بتدينا الاسيمتريك ستريتشنج فايبريشن، وده بيحصل او بيدي بيك عند 3400 سنتيمتر ماينس 1. ده معناه ايه؟ معناه ان البرايمري امين هيبقى عنده تو بيك اللي هي سيمتريك واسيمتريك ستريتشنج فايبريشن. اللي زيه برضو الانهيدرايد، بلاقي عندي تو كربونيل جروب ماسكين في اكسجينة، لو التو كربونيل جروب دولت برضو المسافة بتطول بتاعة البوند، او الاتنين بيقصروا، بس المهم يبقوا الاتنين مع بعض، يا اما يقصروا يا يطولوا، دي بقول عليها ستريتشنج سيمتريك ستريتشنج فايبريشن، وده بيبقى عند 1760
والاسيمتريك ان بتبقى واحده وواحده بيبقى عند 1800 سنتيمتر ماينس 1، وده بيبقى موجود في الانهيدرايت، ده بنقول عليه الاستريتشنج فايبريشن. طيب في نوع تاني من الفايبريشن بنقول عليه البندنج فايبريشن. نخلي بالنا ان الاستريتشنج فايبريشن كان بيحصل في البوند، لكن الاتوم كانت بتبقى زي ما هي ما مش بتتحرك، لكن اللي بيتحرك ايه البوند انها بتطول وبتقصر. لكن في البندنج فايبريشن بيبقى العكس، ان انا عندي البوند ثابته لكن اللي هيتحركوا بقى المره دي مين؟ الاتومز. طيب لو انا رجعت تاني اهو للمولكيول اوف ووتر، فبلاقي ان التو هيدروجين دولت ممكن يمشوا ناحيه مثلا اليمين مع بعض، او يروحوا الاثنين ناحيه الشمال، المهم ان هما الاثنين مع بعض. فلو راحوا الاثنين يمين او الاثنين شمال بقول عليه روك. لو واحده بتقرب للتانية، يعني واحده الاثنين كده بقربهم لبعض، بقول عليه سيزر. وده الاثنين البندنج الاثنين دولت بيبقى ان ذا سيم بلين، يعني بيبقى جوه البلين نفسه. لكن لو واحده بتطلع لقدام والتانية بترجع لورا، او العكس الاثنين يطلعوا قدام والاثنين يرجعوا لورا، ده بنقول عليه اوت اوف بلين بندنج، وده بنقول عليه تويست وويج. يبقى الفايبريشن بيحصل